كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير، يسعد صباحك. صباح الله يعطيكم العافية. وصلت الروائح لغرفتنا، اصلا نحن ما بناكل الخبز الطيب الا من العيد للعيد. تعرفي قوانين السلطانة ازادة. معلش اخذ قطعة. اللي استنى كل هالشهور بيستنى دقيقتين تانية. ما فيكي ما تحكي. بالمناسبة شفت الطاولة ناقصها ملح ولبن، سنان بيحبوا كثير، بتعرفوا ما؟ حطوه بصحن لحاله. ماشي؟ ماشي خلص هلا بجيبه. نشوف إذا كل شيء كامل وتمام. يلا يعطيكم العافية. تسلمي. حياتي؟ بنتي حبيبتي، شو حكينا معك نحن؟ على أساس ما عاد تاكلي قبل ما نقعد كلنا على الأكل، بس أخذتي بسكوت. خليها تاكل إن شاء الله صحة وهنا، مبين إنها جاعت. عدي هون حبيبتي، عدي عدي. خليها تخرق حظر السلطانة أزادة بما إنها مو موجودة. شو بصير إذا خليناها؟ كلي بنتي. فريد، عم تعلم البنت على شغلات حلوة كتير. مبين إنه بنتي روح قلبي اجتهد تاكل مو؟ إيه، أخذت البسكوت البردقاني اللي بحبه كتير. أكل كتير. البنت طالع على أبوها. طبعا لو كان بالشوكولا ما كانت لمسته مو، ما كنتي اخذتي لو بالشوكولا. مزبوط. ما بتحبه لانه مثل ابوه. والله في حدا بياكل بسكوت بالشوكولا؟ برافو عليكي بنتي، كلي كلي حبيبتي صحه وهنا. طالما اخذتيهم فكلي حبيبتي صحتي. حياتي شو هالجرافه هي؟ بتحط الجرافه اللي بتخليك تبين اصغر من عمرك. شوف مثلا هي شو حلوه، تعطيك عمرك ومرتبة كمان. ليش شبه الجرافي؟ شو بيصير إذا بيانت شب؟ شبه الجرافي يعني مو حلوة؟ ما بيصير حياتي، عندك بنت بطولك، بدها تجيب حبيبة مشان تعرفوا أبوها، لازم تبين قدامه زلمة مقدر. حبيبتي شو لعادتك وهذا الحكي قدامي ها؟ البنت أخذت رفيقها بالجامعة وجابته لهون مشان تورجيه على أنطاكيا، بس هي هي كل القصة. لا تقولوا حبيبه تخلوني جن عليكم هلأ. طيب فهمنا، أصلاً أنا ما عم قلك جايبة عريس، بس مشان تعرف بدي قلك إنه رفقتهم خاصة أكتر من ما لك مفكر. شو يعني خاصة؟ نحن بعتنا البنت على اسطنبول مشان تدرس، ما بعتناها مشان تاخد واحد من الشارع وجبنا يا لهون. أنت شو عم تحكي؟ إذا سمعت موجي هذا الحكي بتعرف قديش بدها تزعل؟ بنتي عاملة قيمة للشاب وجايبته مشان تعرفه على عائلتها. جيبه نلعب طاولة معه كمان منيح؟ ها؟ والله انت اللي عطيتيه وش لهالبنت، وكل هذا عم يصير من تحت راسك انت. سنان بدك تتقبل، بنتك صارت كبيره، بدك اياها تعمل هالشي بالسر. ما احلاها جايبه حبيبه مشان تعرفنا عليه. كتير حلو. شو بيدرس هداك؟ شو بيدرس؟ شاب او شو ما كان؟ لا تضحكي، شو بيدرس؟ حقوق، طالب بآخر سنة بكلية الحقوق. حقوق؟ ايه، وعيلته من العائلات الأكابر، لهالسبب لازم تتصرف على أنك أرستقراطي شوي. حياتي ماشي؟ يعني عود وأحكي مع الشاب لما يجي وترافقه، احكي وتعرفه مشان بنتك سنان. بعدين هيك شغلات ما بتبين. يعني بوس إيده الإيمان؟ الله يلعن أبو الأرستقراطية. لسه بكير يا بنتي، بدها تخلص دراستها وتتخرج. سنان والله ما عم بقدر ناقشك من بعد هلا، يلا جهز حالك بسرعة، ما ضل إلا يوصل. بابا ماما. سنان اجت بنتي، يلا حط الجرافة فورا، أنا نازلة لتحت مشان استقبله. نستعد. ايه اركدي اركدي، كان لازم نفرش سجاد أحمر مشان تبين الأرستقراطية. الأرستقراطية مفكرين سهل ياخدوا بنتي مني ها؟